مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ اشتاقت لكم كلش هواي. اليوم فيديو خاص، اليوم ما راح افرفركم واطلعكم وياي، لانه اليوم راح ابقى قاعده على هاي القعده البسيطه وراح اراويكم ذكريات من طفولتي من كنت عايشه ببلجيكا. قبل ان نبلش بهالفيديو لمتابعيني الجدد او الناس اللي ما يعرفون، انا مولوده في بلجيكا وعشت هنا لمدة 12 سنة، فبلجيكا بصراحة جزء كلش كبير من حياتي وجزء ما راح انساه، لانه طفولتي كلها عشتها هنا، البيت اللي كنا عايشين بما راح انسى، اصدقائي ما راح انساهم، فكلش متحمسة انه اخيرا انا حاليا ببلجيكا اقدر اراويكم ذكريات حياتي وذكريات طفولتي من كنت عايشة هنا. اكيد قبل ان نبلش لا تنسون تشتركون بقناتي، تسوي لي سبسكرايب، واذا تردون دوسوا على الجرس اللي يطلع على قناتي فوق على مود ما يفوتكم اي فيديو اللي انزله على قناتي اليوتيوب. اوكي خلينا نبلش بأول ذكرى عندي في بلجيكا. خلينا نبلش كلش 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 من كنت صغيرة. هاي الصورة طقناها بسنة 2002، يعني كان عمري تقريبا سنتين، ما أعرف إذا تقدرون تشوفون زين، بس هذا صفي من كنا بالروضة وكنا يعني لازم نطق صورة جماعية، وهاي أم الكوشة، هاي أم الشعر الأسود، هاي أني. شعري سنتين. هاي الصورة راح احتفظ بيها دائما وما راح اذبها وما راح يصير لها اي شيء، لانه ذكرني بكل شيء، ذكرني بالروضة مالتي، بايام الطفولة، باصدقائي، فهاي صدق من الصور اللي لازم احتفظ بيها. ثاني شيء بوكس، اعرف بكم راح تقولون شنو هذا من ذكريات، يعني بوكس انه اوكي اي واحد عنده بوكس ومحتفظ به. لا، هذا البوكس اولا هذن اللي لزقتهن انا من كان عمري ما ادري ايش قد 5 سنين 6 سنين. هذا البوكس كنت احتفظ بمجوهراتي كلهن بي، احطهن ببطنه ولحد الان، لحد الان موجود صار له سنين، ولحد الان من ارجع للصيف، يعني بالصيف البلجيكا همي أنا أحط مجوهراتي بي، بس هسه يعني شلتهن على مود أراويكم البوكس. طبعا ما أحكي لكم، أنا بصراحة هيك أشياء أحب أحتفظ بيهن، لأنه همي هذا الشيء حلو وبالنسبة لي ذكريات، وبي مراية صغيرة على مود من ألبس الأكسسوارات أقدر أشوف روحي بيه. ثالث شغلة اللي راح أراويكم ياها اليوم هي جزدان مالتي. هذا كان اول جزدان الي على فكره، وكنت كلش متحمسه له لانه الوانه كلش حلو صيفي وهاي، فقلت لماما ماما اريد اشتري. دائما احطه بالجنطه مالتي مع المدرسه من اداوم، واهلي يحطوا لي بفلوس على مود اشتري اكل من المطعم يعني مالت المدرسه. فخلي اشرح لكم شيء، هذا جزدان بس بالداخل لقيت هذا المفتاح. هذا المفتاح، هذا كان اسمه تاج بالمدرسة اللي كنت اداوم بيها اللي اسمها بغليمون في بلجيكا. كان عندنا كل طالب كان عنده فشي اسمه تاج. اكو ماكينة، وقبل تردون تروحون تاكلون تشترون اكل من المطعم بالاستراحة، اذا ما عندكم فلوس بي، اذا ما يضل فلوس، اكو ماكينة تدخلون مثلا 5 ايروات زين، وبعدين تدقون هذا المفتاح، وبعدين ايش راح يصير؟ هاي 5 ايروات اللي انتم دخلتوها راح تنخزن بهذا المفتاح. فكل ما اريد اروح المطعم ما ادفع كاش، ما ادفع يعني ورق، ادفع بهذا التاج، بس يندق يسحب فلوس من عندي. فهذا لحد الان موجود عندي. كان عمري 12 سنة من تركت بلجيكا ورحت دبي، فاخر مرة استعملته هو كان عمري 12 سنة، يعني بال 2011 2012 هيك شيء. رابع شيء اللي اريد اراويكم اياه هو، خلوكم ارجوكم لا تضحكون، لانه الشخص يتغير، الشكل يتغير. هاي من كان عمري، ما اعرف ايش قد كان عمري هنا، يعني فد 6 سنين 7 سنين هيك شيء ما اعرف. كنت بنفس المدرسه، هي هاي حكيت لكم عنها سنوني، وسنوني ما تسألوني اي سؤال على سنوني، انا ما اعرف شو كانت المشكله بالضبط، كان اكو خلل بسنوني، بس الحمد لله يعني عالجنا. الو فوكس. اوكي رجع فوكس. خامس شيء اللي اريد اراويكم اياه هو جيتار.
هدية من عائلتي بسنة 2000 و ما اعرف 2009 هيك شي بهالحدود 2010 بس ما استعملته لانه ما كنت اعرف اعزف قبل. لحد الان مو كلش توب يعني انا والجيتار، بس هذا صغير وكلش خفيف همين فكلش احبه ولونه كلش حلو. لوني المفضل قبل كان لون برتقالي، هسه لوني المفضل هو الازرق. ف عندي هاي المحفظه، هاي المحفظه من كنت اداوم من كنت صغيره بالمدرسه اشتريت هاي المحفظه. ترى ما اجت هيج يعني كانت كلش نظيفة، هاي صدق ذكريات همين لانه خليت اصدقائي كلهم 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 يكتبون على هاي المحفظة. يس هاي القصة، هاي القصة اشتريتها همين من كنت كلش صغيرة. اسمها إليتيت اون فوا بالانجليزي وانس ابون ا تايم. هاي القصة بصراحة وياكم على اساس اشتريتها انه على اساس كل ما اضوج اقرا بيها مدري شنو مدري شنو، وابشركم لحد الان ما خلصتها. تكرمون هذا الحذاء. هذا الحذاء بصراحه كان اول حذاء كعب لبسته بحياتي، وشوف الكعب ايش قد كان طويل هالقدوته. كان اول حذاء كعب عندي وكان فتشي، كان انجاز بحياتي يعني دخلت بالقاعه مال زواج هيك انه هيك متري يعني مسيطره على الامور لابسه حذاء كعب. نعم مو بس انتم، ما مهم. بعد ما يجي علي لانه كان قياسه 35 ونص وانا هسه قياسي 37. اوكي واخيرا اخر شغله اللي اريد اراويكم اياها هي هسه راح اشرح لكم شنو بداخل هذا. من كنت صغيره، من كنت اصغر، كنت بالمدرسه هنا بلجيكا، كنت اخذ دروس مال رسم. فكنا نرسم اشياء مثل هيك اذا تقدرون تشوفون، مثل الاشجار كلش عاليه. شنو بعد خلي انا صار لي كلش واي ما شايفه هاي السوالف، يعني جاي نرجع نشوفهن سوا انا وياكم. كلش ملتفات لانه صار لي سنين هيك. شرحوا لي على هذا الرسم بالضبط شنو؟ ولا اعرف زرعه ولا اعرف صعاديات، انا ايش كنت ارسم بالضبط؟ شجره كريسمس زي صار بيض. هاي اخر واحد، هذا حلو، هذا بوقت عجبني. حبايب وصلنا الى نهايه هاي الجوله ونهايه هذا الفيديو، ان شاء الله عجبكم. بس ردت اسوي فتشي كلش سبيشال وجدا خاص، يعني يختلف عن الفلوجات الباقيه. بس رتراويكم ذكرياتي وطفولتي من كنت عايشه هنا ببلجيكا. ان شاء الله عجبتكم هاي الجوله، واكيد لا تنسون تشتركون بقناتي، تحطون لايك شير سبسكرايب، علقوها، اريد اشوف هيك قناتي كلنا نشوف انفجارات مال لايكات وتعليقات من هاي السوالف. زين ولا تنسون هم تعلقوا لي شنو تردون تشوفون بالفيديوهات الجايه. فإن شاء الله عجبكم هذا الفيديو حبايب، أموت عليكم، نراكم بالفيديو الجاي.